بدعم وتوجيه مباشر من السيد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل المحترم، وتنفيذا لتوجيهاته في حملته التي اطلقها متمثله بعام الانجازات. كانت لنا اليوم زيارة في قسم التطوير الريفي إلى ناحية القوش للاطلاع على الأعمال المقدمة في القرى التابعة للناحية. هذه الأعمال ضمن خط الدعم تنمية الأقاليم لعام 23 متمثلة في قرية كرنجوك والنفيرية وجراحية والشرفية. نحن الآن في قرية كرنجوك، الأعمال المقدمة في هذه القرية صب طبقة الاستبلايزر الأساس القيري، تقدر كمية التبليط ب 5000 متر مربع. الأعمال الحمد لله تسير ضمن المدة الزمنية المحدودة والمواصفات الهندسية المعمول بها، تخدم هذه الأعمال أهل القرية وتربط الشارع الرئيسي بين ناحية برطلة وقضاء الشيخان في هذه القرية، وصولا إلى المدرسة في القرية وإلى الكنيسة وإلى المقبرة، إضافة إلى بقية القرى والدور في القرية. دعم السيد المحافظ ليس في القاطع الشمالي في ناحية القوش، قبل أيام كنا في المنطقة الجنوبية المتمثلة في القيارة، وقبل إلى وصولا إلى بحاج، صعودا إلى ناحية زمار وربيعة، وامتدادا إلى القراش. في كل المناطق إن شاء الله موجود الدعم السيد المحافظ والمحافظة والحكومة المحلية، وإن شاء الله مستمرين بالعمل ولا يوجد معوقات.